نشأت كلية العلوم مع نشأة الجامعة العربية الأمريكية في العام 2000، وهي تضم 4 أقسام أكاديمية: قسم الفيزياء وقسم الكيمياء وقسم الرياضيات وقسم الأحياء والتقنيات الحيوية. تتميز البنية التحتية في الكلية بقوتها، إذ أن مختبراتها مجهزة بمعدات وأجهزة علمية متطورة وحديثة تخدم أقسامها الأكاديمية والكليات الطبية وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وكما تعد الطلبة تقنياً وتطبيقياً. العلماء والباحثون العاملون في كلية العلوم هم ضمن الأقوى على مستوى الجامعات المحلية، كما أن العمل في مجال العلوم التطبيقية تحت ما يسمى تكنولوجي ترانسفير يتطابق مع رؤية التعليم العالي وحاجة المجتمع المحلي، ما يتيح فرص توظيف سريعة للطلبة. تتميز الكلية بقوة الكادر الأكاديمي فيها، إذ لدينا علماء متميزون أكاديميون وإداريون في الأقسام المختلفة على مستوى Full Assistant and Associate Professors، كما لدينا خريجون متميزون من الكلية والذين تميزوا محلياً إقليمياً وعالمياً أيضاً وشغلوا مناصب علمية مرموقة. نهدف بالخروج في الكلية من الجمود إلى الحيز التطبيقي، وقد سبق وفعلت الكلية ذلك، ولكن نطمح إلى المزيد، فنطمح أن تكون الكلية لديها إمعان أكثر في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والبحث الجنائي والإحصاء وغيرها من المجالات التي لا يمكن حصرها. وتهدف الكلية في سياساتها إلى استقطاب الطلبة المميزين بتوفير منح مجدية مادياً، وتوفر لهم فرص عمل مرحلية لاكتساب خبرة تؤهلهم دخول سوق العمل بقوة، كما توفر العديد من الأقسام الأكاديمية فرص استكمال الدراسات العليا في الجامعة وبالتعاون مع مؤسسات علمية عالمية، نذكر منها مركز أبحاث يوليش الألماني.